أهلا بكم. يظل حب الأم هو الحب الأكثر صدقا، أكثر استحقاقا للدراسة، الأغرب الأجمل. يعني الأم بتعمل حاجات لأولادها غريبة جدا جدا، جميلة وعظيمة جدا. لكن خليني أقول لكم إنه كتير من البنات دلوقتي بتعاني من المشاكل في التبويض، من ضمنها التكيس المبيض، من ضمنها مخزون المبيض. على فكرة يعني مثلا الناس اللي عندها مشاكل في جودة البويض، جودة وكمان مخزون المبيض، القصة دي لو إنه في حاجات لازم الست تعملها عشان تحافظ على المبيض بتاعها، يعني في عوامل معينة أو أشياء عامة ده لازم تنصح بها أي بنت عشان تحافظ على مخزون مبيضها وعلى جودة بويضتها. حاجات دي من ضمنها أول حاجات تجنبي التدخين، أرجوكي تجنبي التدخين، ده يأثر جدا على مخزون وجودة البويضات. قلل الإجهاد، الست مش مؤهلة لإجهاد عنيف. البنات اللي هم طلعت شوية كده حاجة اسمها independent strong woman، حاجة اسمها المرأة القوية التي ليه مش يعني متشنجة قوي كده بجد، يعني ليه؟ المرأة مش مؤهلة لكده. المرأة لازم تبقى هادية وجميلة وتقعد في البيت أكتر ما بتخرج بره البيت، يعني المرأة طبيعة تكوينها كده. الكلام ده ممكن يزعل ناس مني بس هي دي الحقيقة، هي فيسيولوجيا ما تقدرش تكون غير كده. ولما بتبقى غير كده بتحاول تكون غيرها، بتدفع ثمن غالي، تكبر وبتعجز وبشرتها بتبقى مش كويسة وشعرها بيتأثر والبويضات بتقل وفرص إنجابها بتقل وهرمون الأنوثة بتتأثر وهرمون الذكورة بيعلى. التوتر والحاجات دي بيعمل خلل، الست ما تقدرش تأوفركم إت. ولذلك الست، واحد يقول لي ده الست تكتب في السي في بتشتغل تحت ضغوط نفسية عنيفة، أقول له لا، الست مش المفروض إنها تشتغل، إحنا اللي المفروض نشتغل تحت ضغوط نفسية عنيفة. عشان كده ما بنلاقيش ستات يعني في شغل معين ما بيبدعوش فيه، لان هما بيحبوا هما يشتغلوا في حاجات الروقان، حاجات اللي فيها ذوق، ما احنا نعرفش نشتغل احنا لعلمكم، هما يشتغلوا احسن مننا كتير قوي، الحاجات اللي فيها روقان وذوق والتنسيق ومش عارف ايه والظهور والديكور وفي برانشات الطب اللي عايزه ايه روقان. لكن الاستريس بتاعنا ده حقيقي. طبعا في ناس تقول لي لا انت رجل في مجتمع ذكوري بتقول هذا الكلام، ده كلام علمي. كمان قللي الطعام الغير صحي، الست تتأثر جدا وبويضاتها تتأثر لو كلت أكل مش صحي، فاست فود والحاجات اللي فيها هرمونات. كمان حافظي على وزنك، أرجوك حافظي على وزنك. النهاردة بنتكلم في منطقة مهمة اسمها جودة ومخزون مخزون المبيض في الأساس، أكيد همر على جودة البويضة، بس مخزون المبيض ده كلمة مهمة جدا وتقيلة ولازم نفهمها بالتفصيل، وخصوصا ان في عنوان دلوقتي بيفرض نفسه بقوه. ليه بنات في سن صغير بتيجي يقولوا لها مخزون مبيض بتاعك راح خلاص، الاي ام اتش بتاعك وصل لمستويات متدنيه، ما ينفعش معاها خلفه، ليه؟ ده سؤال مهم جدا هساله ضيفي العزيز في وسط كلامي. ضيفي العزيز بيبدعني، بيمتع ويبدع دائما في حواره، وبيمتعني جدا باسلوبه العلمي الدقيق وفي نفس الوقت السلس، ودي معادلة مهمة جدا في الإعلام إن احنا نطرح العلم الغزير وفي نفس الوقت سلاسة العرض. ضيف العزيز الأستاذ الدكتور أحمد عاصم الملا، استشاري الجراح الحقن المجهري وجراحات المناظير النسائية بمراكز رويال. أهلا بك يا دكتور، يعني سعيد جدا جدا بهذه الزيارة. وأنا سعيد أكتر يا دكتور أيمن، وتشرفت بالتواجد مع حضرتك ومع مشاهدينا. وطبعا لحضرتك الموضوع اللي بتطرحه مهم جدا لأن احنا عدنا بنشوفه كتير. زي ما حضرتك بتقول احنا عدنا بنشوف بنات سنها صغير وجايرنا بمخزون قليل جدا. هي عاوزة تفهم الأول إزاي، يعني هو إيه مخزون المبيض ده؟ طب أشخصه إزاي؟ أعرف طرق تشخيصه، هل تشخيصه بالسونار بس ولا في تشخيص معملي كمان جنب السونار ده؟ طب هل ليها علاج ولا لا؟ يعني هي عاوزه حضرتك كدكتور جياله تسالها اخبار مخزون المبيض بتاعك ايه، وقالوا لي ان مخزوني ضعيف، تجاوب لها على الاسئله دي، وهل ليها امل في الخلفه ولا لا؟ اللي هو اهم شيء، اهم سؤال جاي تساله لك. ايه اهميه مخزون المبيض؟ مخزون المبيض مهم جدا لكل سيدة. يمكن زمان ما كانش عندنا اهتمام بالهرمونات وما كناش بنبص للهرمونات بطريقة واسعة شوية، دلوقتي لا، بقى السؤال الأول عندي لأي سيدة داخلالي فين تحاليل الهرمونات بتاعت حضرتك؟ ما هو ما ينفعش حضرتك، يعني أنا بلاقي سيدات كتير جايالي السنتر عندي
واخده تنشيط، واخده علاجات، واخده حاجات، كل شويه منشطات منشطات. طب حضرتك عملتي تحاليل هرمونات؟ لا. طب عرفتي منين ان عندك مشكله في التبويض؟ هم الدكاتره بيكتبوا لي منشطات. لا، البطاقه بتاعتك معايا هرموناتك الاول. زمان كنا بنبص المخزون المبيض بهرمونات بتطلع عندنا من حاجه هنا اسمها الغده النخاميه، كان في هرمونات بنبحث عنها وبنضطر ان احنا بنقول للمريضه لازم تعمليها تاني وتالت يوم البيريود، اللي هي هرمون الاف اس اتش والال اتش. مشكله الهرمونين دول ان كان فيهم فالسس كتير، يعني كان فيهم مشاكل ان المريضه لو واخده ادويه ممكن تتاثر وتاثر على نتيجه الهرمونات دي، ان انا مضطر اجيب المريضه في وقت معين من البيريود، فده بيصعب على بعض المرضى اللي عندهم اختلال في البيريود، البيريود بتاعتها مش مظبوطة أو ما بتجيش أو عندها مشكلة كبيرة فيها. فكان الستات دول عندهم مشكلة إن أنا أشخصهم صح. طلع بقى تحليل أحدث اللي حضرتك لسه كنت بتقول عليه دلوقتي من شوية، اللي هو الأنتي موليريان هرمون أو الاختصار زي ما حضرتك قلت AMH. له ميزة عن التحليل القديم؟ ميزة إنه أكثر دقة، ده واحد. الميزة الثانية انه بيتعمل في اي وقت، يعني السيدة اللي جاية لي عندها البيريود ما عندهاش البيريود، تاني يوم، تالت يوم، عاشر يوم، جاية قبل البيريود مباشرة، بيتعمل في اي وقت وما بيتأثرش بأي حاجة. المريضة واخدة منشطات، واخدة علاجات، واخدة اي حاجة، ما بيتأثرش بأي حاجة، وبالتالي فده كان الدقة بتاعته أكتر بكتير من التحاليل القديمة اللي احنا كنا بنلجأ ليها لتشخيص ضعف المخزون او مشكله في مخزون المبيض. انا بس عايزه اسال على النسبه الطبيعيه لمخزون المبيض عند كل ست ايه؟ ولا بيختلف حسب العمر والست نفسها؟ هو طبعا بيختلف، بس احنا لما جه زي ما قلت لحضرتك تحليل الام اتش ده الاكثر دقه، وبالتالي هم حطوا رقم واحد، ده الرقم اللي هو الكات ليفل بتاعي. اقل من واحد يبقى السيده دي عندها ضعف مخزون، أكتر من واحد يبقى السيدة دي مخزونها كويس. ساعات يبقى المخزون عالي شوية كمان، يبقى أكتر من ثلاثة، ده المرضى اللي عندهم حاجة اسمها تكيسات المبيضين، المخزون بيبقى عندهم زايد شوية لأن عندهم أنترافولكال كاونت أو مقدمات حويصلات مبدئية كتير. ودي صورة حضرتك لو شايفها، ده بيبين لي شكل المخزون الطبيعي للسيدة. شايف حضرتك في الالترا ساوند هتلاقي المخزون الطبيعي السيده بيبقى عندها تقريبا في المبيض 5 لـ6 بويضات تقريبا في كل مبيض، يعني تقريبا التوتال في المبيضين بيبقى في حدود 10 لـ12 بويضه. لو حضرتك بصيت على الصوره بقى اللي جنبها، لا بص كده شويه، حاول تطلع لي بويضات فيها. لا مفيش اي عجبين. دي بقى المرضى اللي عندهم حاجه اسمها ضعف مخزون. يبقى هو مش التشخيص بس بالتحليل الهرموني اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليه من شويه، لا، في تشخيص اخر مهم وكوبرتيف مع ده، يعني لازم الاثنين سوا، ما ينفعش اعتمد على تحليل وبس، لازم عيني تشوف ده بالالترا ساوند او السونار المهبلي اللي احنا بنعمله، سواء بقى سونار 2D او 3D whatever، بس أنا هقيم عدد الحويصلات المبدئية في كل مبيض، ده شكله مبيض طبيعي لأن في عدد حويصلات تقريبا من 5 لـ6 تقريبا في كل مبيض، التاني أنا تقريبا مش شايف فيه حويصلات، وهو ده المرضى اللي عندهم ضعف مخزون. عشان كده أنا بقول لهم المرضى اللي بيجوا لنا بالـ AMH تحليلهم قليل قوي، أنا مش هعتمد على التحليل بس، أنا هبص على حضراتكم بالألترا ساوند كمان عشان أعرف عدد الحويصلات المبدئيه عندكم قبل ما ابتدي اجراء زي الحقن المجهري، عشان اقول لكم هعرف اطلع منكم بويضات ولا لا، عشان اقول لكم لو طلعت بويضات هطلع تقريبا قد ايه. طب هل المرضى دول بنقول لهم يلا تعالوا ننشطكم الحقن المجهري على طول كده؟ لا، هندي لهم ادويه زي ما حضرتك لسه كنت بتتكلم من شويه، مش قصه ان اطلع بويضه او بويضتين لان هما مش هيطلعوا اكتر من كده في مخزونهم ده، انا عاوز اطلع بويضه جيده. المنشطات هل هي مظلومه؟ هل بتؤخذ بطريقه صحيحه في معظم الاحيان؟ تاثيرها على مخزون المبيض وتاثيرها على التبويض؟ يعني احنا سؤال مهم جدا يا دكتور ايمن. ليه بقى احنا بنتساله يوميا؟ تجي لنا بعض السيدات تقول لنا انا عماله
اخد منشطات وحضراتكم بنشطوني وانا عندي ضعف تبويض وبتنشطوني، هل تنشيطي ده هيأثر على مخزوني ويستهلك من مخزوني؟ هقول لها على عكس ما انت معتقده، لا مش هيأثر. انت اعتقادك انه هيأثر، لا مش هيأثر. ليه بقى مش هيأثر؟ احنا الطبيعي في كل دوره يا دكتور ايمن في بويضه بتنضج وبتوصل للنضج اللي ممكن يحصل فيها اخصاب او انقسام وتكمل لجنين او تنزل وينزل الدوره، وفي تقريبا من 20 ل 21 بويضه تانيين بيضمروا، بيحصلهم حاجه اسمها اتريزيا، كده كده هيحصل لهم في الدوره. طيب المريضه اللي نشطتها بدل ما كانت في بويضه واحده بتنضج في الدوره انا نشطتها فطلعت لها 3 4، بدل الاتريزيا ما كان هيحصل لل 20 21 هيبقى 17 هيحصل لهم اتريزيا، يبقى انا خدت من المخزون حاجه. هم نفس البويضات بس انا ايه خدت منهم اكثر، يعني نضجت منهم اكتر من بويضه. في الحقن المجهري لان المرضى بتخاف من طبعا الحقن، احنا بننشط بطرق اوسع شويه او التنشيط بيبقى اعلى شويه، فمش هطلع 3 4 ممكن اطلع 10 12. طب هل ده هيأثر على مخزونها؟ لا مش هيأثر على المخزون خالص، لانها برضه هطلع 10 12 ناضجين وهيحصل اتريزيا للباقي اللي هو نفس العدد اللي كان هيحصل من الاول. طب ايه بقى اللي ممكن يأثر على المخزون ويبقى مضر ليها؟ التدخل للمبيض دي المبايض سواء ده او ده بطريقه خاطئه. بمعنى سيده عندها كيس على المبيض وكتير بنشوفه، ودي فرق برضه عشان الناس اللي بتسمعنا، في ناس بتخلط كتير يا دكتور ايمن ما بين الكيس والتكيسات. يعني في ناس عندها اعتقاد ان ده هو ده، لا تكيسات يعني بويضات كتيره صغيره ما بتوصلش للنضج. الكيس لا ده بويضه ما انفجرتش او ما يعني ما حصلهاش اخصاب وكبرت عن حجمها الطبيعي، بدل ما توصل ل 18 20 بقت 30 32 ملي اللي هو يعني بالسنتيات 3 او 4 سنتي، فكبرت عن الطبيعي وعملت كيس. سواء ساعات بيبقى كيس ميه يعني جواه ميه، وساعات يبقى كيس دموي اللي هو جواه دم. الكيس ده في بعض الناس تقول للسيده دي تعالي ده اصل عامل لك الم جامد تعالي مشيلهولك، ويتدخلوا جراحيا للمريضه دي ويجي يشيل الكيس ده يقوم ايه واخد جزء من المبيض معاه. اهو ده بقى ايه مانوفر خاطئ اثر على المريضه بالسلب. راح بدل ما زي ما بدل يقول في المثل بدل جيت كحلها تعميها، يعني انت جاي تساعدها عشان هي بتقلم شويه، حضرتك رحت ضيعت لها مخزون المبيض بتاعها. ليه؟ شلت لي جزء من المبيض ده، وبعد كده السيده جات لنا مخزون المبيض بتاعها وقع، بقى كان اللي هو ايه ام اتش فوق الواحد وكويس وزي الفل، بقى اقل من واحد. وده يصدق عليه برضو ابو العريف، ابو العريف يجي يقول المعلومه يفتي. يجي عايز يفيد، هو من جواه عايز يفيد فعلا، بس هيعمل ايه؟ ما هو مش كل اللي عايز بيقدر يعمل. تعالوا نسمع ونشوف ابو العريف عايز يعمل فينا ايه النهارده. قول يا ابو العريف. يا باشا الست من دول اللي متأخرة في الخلفة ولا اللي عاوزة تخلف والدكتور قال لها عندك ضعف في البويضات، ما تضيعش وقت لا منشطات ولا أدوية ولا أعشاب. على طول يا باشا تطلب من الدكتور في نفس الزيارة طلع يا باشا الإبرة الطويلة، يسحب شوية بويضات ويحطهم لها في علبة معقمة، وهي يا باشا لازم تكون واخدة معاها آيس بوكس علشان تحط العلبة فيها لحد ما تروح وتحطها في الفريزر. الفريزر يا باشا في الحالة دي لازم ما يقعدوش يفتحوه كل شوية، عندها فريزر تاني تحط فيه اللحمة والفراخ والذي منه، وتخصص فريزر أساسي لتجميد البويضات. ما عندهاش يا باشا ما يجراش حاجة، تخبط على جارتها تشيل عندها كيس اللحمة وكيس الفراخ، الدنيا لسه بخير والجيران لبعضيها، وتركز في موضوع تجميد البويضات عشان وقت ما تحتاجهم ترجع للدكتور يفكهم لها ويشغلهم. يشغلهم ده بيتكلم بجد.
يعني بيت المخدرات. على فكره احنا يعني بنقابل نماذج يعني احنا بنيجي هو بيتكلم في ناس بتجي لنا السنتر لكن الناس يعني بعضها يعني احنا نحطه عندك بدل ما احط عندك كيلو لحم نحط عندك شويه بيضة. في ناس بتجي لنا السنتر كده يعني في دماغها معتقدات غريبه جدا وانت عشان تقنعها عشان تقنعها بالوضع ازاي تقول انا اجمد يعني احط الحاجه في الفريزر طب ومش هيحصل لها حاجه العيال مش هتتجمد يا ستي لا ده مش الفكره ده في التجميد ده له تقنيات وبيتجمد تحت في سائل اسمه النيتروجين حاجه قصه خالص غير اللي حضرتك متخيلها غير تجميد اللحمه والفراخ ده هو شوف الابداع قال لك بس نحطه في حته لا ومذاكر يعني عنده الالترناتيفز كمان يعني عنده البدايل يعني يقول لك انت اسال كده الفراخ واللحم حطيهم عند الجارتك ولو ما لقيتهاش روحي عند جارتك والله يعني انا ببقى سعيد بالتواجد مع حضرتك يا دكتور ايمن ومع المشاهدين ويا رب هم يكونوا بيستفادوا من الكلام اللي احنا بنقوله بالذات عيانين ضعف المخزون دول احنا بنقابلهم كتير وبيبقوا فاقدين الامل جدا احنا بنتمنى ان احنا نكون دافع امل ليهم ان ربنا يرزقهم يعني يمكن انا يحضرني كان مريضه عندي تاخره بقالها 19 سنه وحاولت كل مره بتحاول مش عارفه تطلع بويضات تحاول مش عارفه تطلع بويضات احنا مشينا معاها زي ما لسه كنا بنقول ادينها ادويه لتحسين الجوده مشينا معاها ببروتوكول المناسب ليها ما هو برضو دول لهم بروتوكول مناسب اللي هو بروتوكول القصير ده بيبقى اكثر مناسبه للمرضى دول جمعنا لها على اكتر من دوره لحد ما قدرنا نحصل من الدورتين اللي جمعناهم لها على جنينين وزرعناهم جوه الرحم وربنا اراد ان يكرمها بتاعه نشوف اللي كانت بتتمنى الخلفه ومش لاقياها وبعض الناس سدوا في وشها الامل وقالوا لها لا حضرتك روحي مالكيش امل في الخلفه لا لما اجتهدت واخدت بالاسباب وكانت مع ناس فاهمه في الموضوع وبتحضرها تحضير صح ربنا اراد ووفق فاحنا بنقول الحالات دي اهم شيء فيها التحضير الجيد زي ما دايما يعني في مثل بنقوله اهم من العمل ايه ضبط العمل دينا اللي انتهى زمان اهم من العمل ضبط العمل وزي ما قلت لكم اذا صح اللجوء اذهلك العطاء يعني فعلا ضيف العزيز الاستاذ دكتور احمد عاصم المولى استشاري الحق المجاري وجراحات المناظير النسائيه بمراكز رويال نورتني واسعدتني الله يخليك خليكم دايما مع الناس الحلوه